ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل رغوه الكابتشينو او رغوه النسكافيه اللي هنشربها بره في المحلات او في الكافيهات. وبنقول بقى ازاي بيطلع الرغوه كتير كده. بصوا بصوا الرغوه لحد فين، شايفين؟ واو تحفه جدا. وان شاء الله ان شاء الله النهارده الفيديو يعجبكم. هنعملها مع بعض طبعا بالتفاصيل، وهقول لكم برده التريكات بتاعتها. وبقى ما تنسوش بقى تعملي لك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش بقى تعملي مشاركات وحاجات كتير كده، علشان ان شاء الله الفتره الجايه بقى تعلى المشاهدات شويه. ودعموني كتير كتير، بليز بليز بليز. وان شاء الله ان شاء الله هقدم لكم كل جديد. وما تنسوش بقى تعملي لك وشير وسبسكرايب للقناه. يلا بينا بقى نبدا نشوف الرغوه الحلوه دي. وهنعمل ألذ كوب نسكافيه في اقل من دقيقه. ازاي؟ يلا بينا يلا بينا. اول حاجه معايا بقى عشان رغوه الكابتشينو او النسكافيه اللي احنا بنشربه، تمام؟ هنا معايا نسكافيه ربع كوبايه، معايا ربع كوبايه سكر، معايا ربع كوبايه ميه، نص كوبايه نص كوبايه نص كوبايه، كوبايه كوبايه كوبايه، المقدار حسب اللي انتوا عايزينه، تمام؟ ممكن يقعد معاكم حوالي لمده شهر في الفريزر، يعني ممكن تعملوا، ممكن تجيبوا برطمان كامل وتعملوه براحتكم، وانتوا هيا اللي انتوا عايزينه، تمام؟ هحط السكر، تمام، ومعايا الميه ومعايا النسكافيه، تمام؟ زي ما قلت لكم مقدار متساوي، ربع ربع ربع، نص نص نص، حسب ما انتوا عايزين، تمام؟ للاسف الوصفه دي ما تنفعش من غير سكر خالص، تمام؟ ما ينفعش ان احنا نستغنى عن السكر، تمام؟ دلوقتي بقى احنا معايا هنا المضرب الكهربائي العادي اللي احنا بنعمل بيه الكيك، تمام؟ ما ينفعش في الخلاط، عشان هي عايزاها هواء علشان تخلي الخليط ده سميك، او ممكن في الخلاط بس مش هتطلع لي الخليط نفس كميه الرغوه او الفوم اللي احنا بنلاقيه على النسكافيه او على الكابتشينو، تمام؟ دلوقتي بقى هنخفق الخليط ده لحد ما يعلى معايا ويتضاعف ولونه يبيض تماما، تمام؟ انا معاكم برده هوريكم كل خطوه علشان ما انتوش من بعض. شايفين يا جماعه الخليط؟ مش ده برضو اللي انا عايزاه، تمام؟ انا برضو هفضل اضرب لحد ما لونه يفتح عن كده كمان. وشايفين بقى، بصوا شايفين الخليط؟ بصوا. وبعدين علشان لو ما اتخلطش كويس، احنا طبعا هنشوف الفريزر، تمام؟ لو احنا ما خلطناهوش كويس، لما نحط في الفريزر هيفصل طبقاته، تمام؟ هيبقى طبقه الميه تحت، ونلاقي طبقه النسكافيه والسكر كده مع بعضهم، وطبقه الميه ثابت تحت، تمام؟ فاحنا لازم نخلط كويس جدا جدا لحد ما القوام يبقى معانا جامد ويبيض، يعني لون يفتح عن كده كمان، علشان لما نيجي نعمله ما يهبطش مننا في الفريزر ويبقى تمام معايا وماسك ويعمل رغوه كويسه معايا، تمام؟ انا برضو هفضل استمر في الخفق لحد ما لونه يفتح خالص. شايفين يا جماعه معايا خليط؟ بصوا تقل، انا مش قادره. بصوا اشيل المضرب، شايفين؟ بصوا المضرب تقيل، شايفين؟ شايفين بيلزق كده. هو ده بقى القوام اللي انا عايزاه، تمام؟ دلوقتي احنا هنحطه، طبعا المفروض ان احنا نحطه في علبه محكمه الغلق، او علشان لو في اي ريحه في الفريزر او حاجه ما تطلعش على الـ على الـ على الفوم ده اللي عندي، تمام؟ او على رغوه النسكافيه. ودلوقتي بقى هنقله في علبه او في اي حاجه، وبعدين بقى هنشوف هنحضر ألذ كوبايه نسكافيه بسرعه وفي دقيقه. يعني احنا ممكن نطلعها من الفريزر قبلها بدقيقه، قبل ما نحضر كوب نسكافيه ناخد منه معلقه ونحطها في المج بتاعنا، وبعدين نشيل باقي في الفريزر. بعدين هنحط اللبن السخن على الرغوه دي، وهنقلب، هيبقى عندنا احسن كوب نسكافيه. بقى اللي عايز يزود سكر طبعا يزود براحتكم، انا بالنسبه لي السكر ده كافي. في ناس بتحب السكر زياده، براحتكم دوقوا وزودوا سكر وبراحتكم خالص، اللي انتوا عايزه كميه السكر. بصوا دلوقتي، بصوا عامل ازاي الخليط، شايفين؟ ثابت ماشي تمام. دلوقتي انا هحطه في العلبه عشان بقى هنعمل مع بعض كوبايه نسكافيه خطيره. بصوا هحط مثلا معلقه من الخليط ده، ومعلقتين حسب ما احط، كل حد بقى بيحب الرغوه قد ايه، او بيحب طعم النسكافيه، عشان ده طعم النسكافيه يبقى زايد قوي فيه، تمام؟ او مركز يعني، شايفين تخينه ازاي؟ تمام. هنزل بقى كده باللبن سخن بس كده، وهقلب بقى عشان نشوف الرغوة قد ايه.
لا عايز معلقه واحده بس، يحط هي معلقه واحده كفايه قوي على الكوبايه، بس انا بحب اعمل نسكافيه مركز شويه فعشان كده حطيت معلقتين. دلوقتي بقى شوفوا الرغوه، بصوا قد ايه، شايفين بقى الرغوه قد ايه؟ شايفين ولا مش شايفين؟ باين معاكم؟ بصوا بقى شايفين الرغوه في الكوبايه قد ايه يا جماعه؟ بصوا شايفين قد ايه، تقريبا نص الكوبايه. انا طبعا عشان حاطه معلقتين زي ما قلت لكم، انا بحب القهوه طعم النسكافيه مركز فيها. اللي عايز طبعا اقل يحط معلقه، اللي عايز يحط نص معلقه لو الرغوه مش زياده قوي براحتكم. وده طبعا النسكافيه اللي احنا عملناه مع بعض، الرغوه طبعا هنقفلها في علبه ونحطها في الفريزر زي ما قلنا، وقبل ما نستخدم هنطلعها من الفريزر لمدة دقيقة او دقيقتين، وبعدين هنحطها هناخد منها معلقة ونحطها على في المج ونحط عليها اللبن سخن واللبن او مغلي يعني. تمام، هنا انا هحط كده رشة كاكاو كده من فوق، اللي عايز بقى يحط رشة نسكافيه براحته يحط، انا بحب الكاكاو كده الرشة دي بحبها يعني. بس كده النهارده عملنا مع بعض غلوه النسكافيه. ان شاء الله النهارده الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه طبعا. ما تنسوش بقى تعملي لايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناه. يلا بينا بقى، باي باي.